نظمت وزارة الداخلية برامج تدريبية لعدد 103 متدربين من الكوادر الأمنية السودانية في إطار التعاون الأمني بين البلدين، وحرص مصر على فتح منشآتها التدريبية أمام الكوادر الأمنية العربية وتدريبهم على مختلف المواقف الأمنية. لدى مصر من المنشآت الأمنية التدريبية المطورة والكفاءات البشرية المدربة ما يجعلها قبلة للكوادر الأمنية من الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية لإثقال مهاراتهم في كافة مجالات العمل الأمني في بلادهم. من هذا المنطلق استضافت وزارة الداخلية 103 ضابطاً وفرداً من عناصر الشرطة السودانية في إطار التعاون التدريبي الأمني بين مصر ودولة السودان الشقيقة. وضعت لهم خطة تدريبية وتثقيفية متكاملة على مدار شهر كامل بالمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة. مستوى التدريب كان مستوى محترف بصورة ممتازة جداً. يعني إحنا قدرنا يعني نتعلم مهارات كانت فايت علينا بصورة كبيرة. يعني تضمن البرنامج التدريبي 3 مجالات هامة من مجالات العمل الأمني روعية فيها الاحتياج الميداني للجانب السوداني، هي التخطيط وإدارة مسرح العمليات للقتال في المناطق المفتوحة وأعمال البحث الجنائي وحماية الشخصيات الهامة. وشمل البرنامج موضوعات نظرية وتدريبات ميدانية وسيناريوهات عملية مرتبطة بالمجالات التدريبية 3. أخذنا كميات من التدريبات العالية ووجدنا يعني الإصطاف المدرب إصطاف عالي جدا. التعامل في قمة الرقي في قمة الذوق، وده شيء يعني ما غريب على الشعب المصري أبدا. أكثر حاجة نحن استفدنا منها وأكثر حاجة كانت مميزة التدريب على الرماية، كان تدريب محترف جدا ابتداء من البدائيات بتاعت التدريب الحد الاحترافية في الرماية والاحترافية في تطبيق قواعد الرماية والتنشين وخلافه. وجاء اجتياز الكوادر الأمنية السودانية للدورات التدريبية 3 معبراً عن استيعابهم للأحجام التدريبية التي تلقوها خلال فترة التدريب النظري والعملي من كفاءات تدريبية أمنية مصرية وداخل المنشآت التدريبية المجهزة بميادين تحاكي الواقع العملي في صعوبتها. مصر تملك إمكانيات هائلة جدا بشرية ومادية وفنية وفي كل المجالات. نحن لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للإخوة في وزارة الداخلية المصرية، كل الجهد البذل في سبيل إنه أبنائنا يطلعوا بهذا المستوى الرائع المسهل. لقينا تدريبات كافية ومناسبة وبشكل معقول، واستفدنا منها استفادة كبيرة، وإن شاء الله بنحاول ننقل هذه التدريبات وكل ما تعلمناه لدولة السودان. ويأتي عقد هذه الدورات التدريبية حرصا من الدولة المصرية على تدعيم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات بخاصة الأمنية منها لتحقيق أفضل معدلات من الأداء الأمني، مستندة إلى المنشآت التدريبية المصرية ذات الجاهزية العالية في عمليات التدريب المختلفة.